احنا الان في المحطه الاولى من محطات غزوه احد. كانت كتيبه خشناء، مين اللي احضر هذه الكتيبه؟ راس النفاق في المدينه. هو تقسيم النبي عليه الصلاه والسلام للجيش الى ثلاث الويه. وصل عصر الجمعه تقريبا، جلس الى فجر السبت. يا مرحبا شباب، الله يسعدكم يعطيكم العافيه. اليوم حلقتنا حلقه جميله جدا، أتكلم عن غزوه احد، أتكلم عن مسجد الدرع، قصه جميله، قصه عن شباب بيجاهدوا في سبيل الله، شباب متحمس. خلوكم معانا ضيف. قبل ما نتوجه للضيف، القصة عن شباب بيجاهدوا في سبيل الله، شباب بيفنوا حياتهم في حب رسول صلى الله عليه وسلم. قصتنا اليوم عن الشباب، فخلوكم معانا. السلام عليكم. الله يحييك شيخ محمد، كيف حالك؟ هلا والله. شو اخبارك؟ يا مرحبا، حياكم الله. شخباركم؟ الله يسعدكم يعطيكم العافيه. ما شاء الله تبارك الله. اليوم موضوعنا عن مسجد الدرع باذن الله تعالى. ما شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نحن الان في المحطه الاولى من محطات غزوه احد. هذه المحطه اسمها محطه الدرع، تمام؟ وهذا المسجد هو مسجد الدرع. ليش سمي هذا المسجد بمسجد الدرع؟ كل هذه الاحداث ان شاء الله حنذكرها باذن الله تعالى من خلال هذه التغطيه، اللي ان شاء الله تكون مفيده وقيمه باذن الله تعالى. اولا، سبب تسميه هذا المسجد بمسجد الدرع لانه النبي عليه الصلاه والسلام لبس درعا فوق درعه الاول اللي لبسه في بيت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. جميل، هو درعين يعني مو درع. نعم، كان لابس درعين في غزوه احد، تمام؟ طيب، هذا المسجد له تسميات اخرى، لعل من اشهر هذه التسميات تسميته بمسجد البدائع، ولعل هذه التسمية في نظري وفي نظر كثير من الباحثين إن هي التسمية الصحيحة. ليه؟ لأنه عندنا حديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أتيت بشواء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند البدائع فأكله ثم أصبح فغدا إلى أرض الغزو. فلذلك هذا الحديث واضح في تسمية هذا المكان وهذه المنطقة بمنطقة البدائع، بالإضافة إلى أنه هذا المسجد له تسمية أخرى اسمه مسجد الشيخين، لأنه هذه المنطقة قديما في أيام الجاهلية اسمها منطقة الشيخين، نسبة لأطم كان موجود في هذه المنطقة اسمه أطم الشيخين. والشيخين من هم الشيخين؟ شيخين يهوديين كانا يعيشان في هذا المكان. على كل حال، هذه يعني سبب تسمية هذا المكان بمسجد الدرع، بمسجد البدائع، بمسجد الشيخين. خلونا نربط لكم الأحداث ببعضها قبل ما ندخل إلى داخل المسجد. الآن حنربط لكم الأحداث. غزوة أحد سببها هو انتقام المشركين من المسلمين لما حصل لهم في غزوة بدر. تمام؟ جميل. فأرادوا الانتقام، جمعوا جيش قوامه 3000 مقاتل وقرروا أنه إيش يجوا إلى المدينة. وصلت الأخبار إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق أحد الأجراء اللي استأجروا العباس بن عبد المطلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة إيش سوى؟ عقد مجلسا استشاريا يستشير فيه الصحابة الكرام، هل نخرج ونقاتل خارج المدينة ولا نبقى داخل المدينة ونتحصن بها؟ فكان رأي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبقى داخل المدينة ويتحصن بها، وأيده في ذلك كبار الصحابة. لكن في كان عندنا صحابة صغار كانوا متشوقين ومتحمسين أنه إيش يخرجوا ويقاتلوا خارج المدينة، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام وألحوا عليه بالطلب، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل على أمرهم، وافقهم، دخل على بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولبس لأمة الحرب ثم خرج. الصحابة من تواضعهم يعني أحسوا أنهم إيش رضي الله عنهم، أحسوا أنهم ضغطوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله، وكأننا استكرهناك على الخروج، يعني كأنه نحن ضغطنا عليك حتى تخرج، إذا تريد نبقى داخل المدينة ونتحصن داخل المدينة ما في مشكلة. فإيش قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما كان لنبي لبس لأمته أن ينزعها. فخطب بالناس يوم الجمعة وحث الناس على الخروج معه للقتال، فخرج معه ووافاه في هذا المكان زهاء 1000 مقاتل. الآن حندخل إن شاء الله داخل هذا المسجد ونتحدث عن إيش الأحداث اللي حصلت في هذا المكان اللي يعتبر هو معسكر جيش المسلمين في غزوة أحد. يلا، بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن داخلين داخل مسجد الدرع. ما شاء الله تبارك الله، نحن الآن داخل مسجد الدرع، تفضل. طيب، وصل جيش المسلمين المتجه إلى غزوة أحد إلى هذا المكان. هذا المكان هو معسكر جيش المسلمين المتجه إلى غزوة أحد. في هذا المكان بقي النبي عليه الصلاة والسلام فترة من الزمن. وصل عصر الجمعة تقريبا، جلس إلى فجر السبت.
في هذه الفترة حدثت عدة أمور. إيش هي هذه الأمور؟ الآن إن شاء الله حنلخصها لكم بتلخيص بسيط بحيث تصل وتتصوروا إيش اللي حصل قبل بداية المعركة في منطقة تجهيز معسكر جيش المسلمين. طيب أخي يوسف، إيش رأيك نحن نجلس عشان نأخذ راحتنا في الحديث عن هذه الغزوة؟ تفضل. بسم الله. يا بسم الله. طيب الأحداث خلونا نرتبها بالترتيب. الحدث الأول اللي حصل في هذا المكان، طبعا وصل جيش المسلمين وافاه إلى هذا المكان قرابة 1000 مقاتل. وصل إلى هذا المكان 1000 مقاتل، كان من ضمن 1000 مقاتل كان في كتيبة من اليهود. هذه الكتيبة كانت كتيبة خشناء. مين اللي أحضر هذه الكتيبة؟ رأس النفاق في المدينة اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول. كان مقصده في إحضار هذه الكتيبة حتى يخذل بين المسلمين، تمام؟ فلذلك أول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان رد هذه الكتيبة، قال إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. فانسحب من هذا المكان ثلث الجيش ما بين يهود ما بين منافقين، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فلذلك بعد انسحاب هذه الكتيبة بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 700 مقاتل. هذا الحدث الأول هنا في هذا المسجد، في هذا الموضع، لا نقول نحدد هذا المسجد لكن نقول في هذا الموضع. الحدث الثاني اللي حصل في هذا المكان، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده مناط قبول المحارب للقتال لابد أنه يوصل عمره إلى 15 سنة. هذه عندنا قاعدة. إيش الدليل عندنا؟ في عندنا حديث في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمر قال كنت ممن ردني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 عاما، وأجازني يوم الخندق وأنا ابن 15 عاما. فالعلماء بعض العلماء أخذ بهذا الحديث واستشف قاعدة أنه لا يقبل من كان أقل من 15 سنة. تمام. فلذلك في رد في هذا المكان النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 16 صحابيا مذكورين أسماءهم عند الإمام الواقد وغيره من الأئمة، منهم عبد الله بن عمر مثل ما ذكرنا في الحديث، أبو سعيد الخدري، البراء بن عازب، أسيد بن ظهير وغيره من الصحابة. تمام. فهذا الحدث الثاني اللي حصل في هذا المكان. الحدث الثالث اللي وقع في هذا المكان هو تابع للحدث اللي قبله اللي هو رد صغار الصحابة. الحدث الثالث استثني من هذه القاعدة اثنين من الصحابة كانت أعمارهم أقل من 15 سنة لكن النبي عليه الصلاة والسلام أجازهم لحاجة الجيش إليهم. الصحابي الأول كان اسمه رافع بن خديج، هذا الصحابي رضي الله عنه كان راميا ماهرا فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة الجيش إليه. أما الصحابي الثاني سبحان الله له قصة جميلة وقعت في هذا المكان حيث الآن نحن نجلس، حيث يعني المواضع هذه اللي أمامنا. الصحابي اسمه سمرة بن جندب، كان عمره 13 سنة، تخيلوا يعني صحابي صغير، يعني تخيلوا أنه جايين في بعض الصحابة كانت نفوسهم عظيمة غير نفوسنا الآن في الوقت الحالي، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الصحابي كان متشوق إلى أنه إيش يقاتل، ورأى صاحبه اللي هو رافع بن خديج كان هو وياه أصدقاء، فرأى أنه النبي عليه الصلاة والسلام أجاز رافع وهو ما أجازه، وكان يرى في نفسه أنه هو أقوى من صاحبه اللي هو الكبير اللي ابن 14 سنة رضي الله عنه. حتى أنه في الأثر عندنا قال كيف يجيز النبي عليه الصلاة والسلام رافع مع أني أنا أستطيع أني أهزم رافع. شايف كيف حب المنافسة وحب يعني صار في زي غيرة محمودة هذه. فلذلك لما يعني وصلت الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه هذا الصحابي يعني يرى أنه هو أجدر من رافع بن خديج، فإيش قرر النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش تتخيلوا أنه إيش اللي حصل في هذا المكان؟ قرر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع أنه تجعل مصارعة من أطرافها رافع وسمرة في هذا المكان في هذه المواضع. فحصلت المصارعة، طبعا المصارعة قديما معناها اللي هي المطارحة، تطرحه على الأرض وتثبته وخلاص انتهى الموضوع. فلذلك حصلت المصارعة ما بين رافع وما بين سمرة، واشترط النبي عليه الصلاة والسلام على سمرة أن إذا أراد أن يجاز في هذه الغزوة أن يهزم رافع. يا سلام. وحصلت المصارعة وسمرة هزم رافع في هذه المصارعة. طبعا المصارعة في حق رافع هي تحصيل حاصل لأنه هو مجازه، لكن هي كلها من أجل من؟ من أجل سمرة، هذا ابن 13 سنة. فلذلك سمرة هزم رافع فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. يقال أنه سمرة كان ضخم الجثة، فضخامة الجثة هذه ساعدته في أنه إيش يهزم رافع، فأجيز في هذا المكان، أجيز الاثنان. فهذا الحدث كم؟ الحدث الثالث. طيب خلينا نقول كذا عشان بس
نوضح لك كيف كانت المصارعة. طبعا المصارعة إلى يومنا هذا ترى في شيء من هذه المصارعات اللي ما أدري يسموها الرومانية أو شيء. فالمصارعة لما أنك مثلا تطارح مع واحد بس أنك تطرحه، مجرد أنك تطرحه على الأرض خلاص انتهت المصارعة كذا. هذه كانت المصارعة قديمة، هذه كانت فكرتها. وفي بعض الصحابة ترى النبي عليه الصلاة والسلام يعني الرياضة كانت موجودة يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء الجري سواء مثلا الرمي، كل هذه كانت موجودة بما فيها موضوع المصارعة. المصارعة هي نقدر نقول كان يعني دف الشخص الثاني خلاص تطيحه على الأرض، مجرد أنك تطيحه على الأرض خلاص انتهت الموضوع. فالموضوع معتمد على البنية، تمام، البنية الجسمانية. طيب فهذا من الأحداث اللي وقعت في هذا المكان. الإنسان لما يتصور هذا الموضوع اللي حصل في هذا المكان يتصور أنه ترى النبي عليه الصلاة والسلام ما هو آخذهم إلى منتزه، ما هو آخذهم إلى ملاهي. الموضوع يا جماعة صعب، يعني واحد لابد أنه يتفكر فيه. النبي عليه الصلاة والسلام آخذهم إلى قتال، ومع ذلك كانوا يعني متشوقين إلى أنهم إيش يخرجوا. فالمفروض النبي عليه الصلاة والسلام مثل لما هذا سمرة لما قال له أنه ارجع إلى المدينة، المفروض يقول الحمد لله كفى الله من القتال ويرجع. لا، هو أصر إلا أنه إيش يشارك في هذه الغزوة، فشارك في هذه الغزوة رضي الله. فهذا الحدث اللي حصل في هذا المكان. شيخ محمد، من نتكلم عن المكان اللي موجود ما شاء الله تبارك الله، تم أتوقع تم ترميم هذا المكان صحيح، والمكان هل تم توسيعته؟ حنتكلم عن المسجد. سبحان الله، اللي يدخل المسجد ومن خلال أنت تصويرك للمسجد الناظر لهذا المسجد يرى أنه هو الآن عايش في أيام زمان، أيام بالفعل ما شاء الله يعني قبل مئات السنين. ليه؟ لأنه المسجد مبني على الطراز القديم، تمام، مبني على مع أنه مرمم ترى قبل 7 سنوات تقريبا أو قبلها بقليل، فمرمم ترميم على الطراز القديم. وهذا الآن كل الجهود اللي الآن نشوفها الآن في المساجد النبوية كلها إيش مبنية على نفس الطراز القديم. يعني الآن الحجارة عندنا هي حجارة الحرة البركانية، شايفين هذه الحجارة البركانية. طبعا ما حتكون بهذه يعني بهذا المستوى، لكن هم إيش يسووا يعني يضبطوها بحيث يعني تخرج بهذه الصورة. وعندنا هذه المادة اللي تشبه الإسمنت، هذه يسموها قديما الجصة المدنية أو النورة المدنية، فهذه منتشرة وموجودة إلى يومنا هذا، يستعملوها في بناء الأبنية القديمة، تمام، يعيدوا ترميمها. نجد كثير الآن من المساجد ما شاء الله بنوها على الطراز القديم. طب بالنسبة لتوسعة المكان، هل المكان الآن موسع ولا زي ما هو؟ أنا شايف المسجد صغير وما شاء الله يعني لا، كان لسه أصغر من كذا، لكنه توسع أيضا من هذه الجهات اللي هي الجهة اللي خلفنا، وأيضا متوسع من الجهات اللي هي على يمين القبلة. هذه كلها يعني توسعة حصلت في الفترة الأخيرة، ولا كان المسجد لسه أصغر من كذا. فيعني المسجد أول من بن أول ما من بناه هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله. على الفكرة لابد أن تعرفوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي إلى هذه الأماكن ويصلي في الأماكن ما كان يهتم ببناء البنيان، تمام، لأنه كان يهتم ببناء الإنسان. هذا أول ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك لما جاء الخليفة الأموي اللي هو عمر بن عبد العزيز، كان والي على المدينة ما بين سنة 87 إلى 93، أخذ يتتبع المواضع اللي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويشيد مكانها بناء. فلذلك عمر بن عبد العزيز هو أول باني المساجد النبوية في المدينة، فلذلك سميت بالمساجد العمرية نسبة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ثم توالت يعني كل ما جاءت دولة إسلامية تمسك مثلا المدينة إيش يسووا؟ يبدأوا بترميم هذه المساجد ويعتنوا ببنائها، من ضمنها هذا المسجد. طيب الآن حنتحدث عن الحدث الرابع اللي حصل في هذا المكان. لابد الإنسان اللي يزور المدينة المنورة يستشعر أنه هو في أماكن تنزل آيات. فمن ضمن الأحداث اللي وقعت في هذا المكان وهو الحدث الرابع اللي الآن حنتحدث عنه، نزلت آية كريمة من كتاب الله عز وجل في هذه المواضع المباركة. إيش هي هذه الآية؟ هي قوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية نزلت في طائفتين من المسلمين هموا بأنهم إيش ينسحبوا من هذا المكان. إيش السبب في هذا الانسحاب وهذا الهم؟ هم يعني أول شيء الطائفتين هم بنو حارثة وبنو سلمة. بنو حارثة سكان هذه المنطقة، وبنو سلمة هم سكان مسجد القبلتين اللي تغيرت فيها القبلة أثناء الصلاة. فهذولا هموا بالانسحاب بعد انسحاب كتيبة اليهود. لما انسحبت كتيبة اليهود ومعهم المنافقين، المسلمين قلوا في هذا المكان، فصار في يعني عدد المسلمين، عدد جيش المسلمين 700 مقابل كم من المشركين؟ 3000. فما صار في تكافؤ في العدد، فلذلك هموا بالانسحاب. فهذه الآية نزلت تثبيتا لهاتين الطائفتين، لأنه فيها والله وليهما،
أعظم شرف أنه يتولاك الله عز وجل وأنه يصفك بأنك مؤمن. فهذه الآية نزلت تثبيتا لهاتين الطائفتين، فثبتوا مع من ثبتوا. شيخ محمد الله يسعدك، نحن الآن أتوقع باقي لنا آخر نقطة عن مسجد اللي هو مسجد الدرع. تفضل. صحيح، نحن متبقي لنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان قسم الجيش إلى ثلاث ألوية، لواء للمهاجرين وهو اللواء الأعظم بقيادة مصعب بن عمير رضي الله عنه، واللواء الثاني هو لواء الأوس بقيادة أسيد بن حضير، ولواء ثالث وهو لواء الخزرج بقيادة الحباب بن المنذر. كون النبي عليه الصلاة والسلام جلس من فترة العصر إلى من عصر الجمعة إلى فجر السبت، فأدركته عدة فروض في هذا المكان فصلىها في هذا المكان. يقال أنه هي ثلاث فروض ويقال أنها أربعة فروض، المغرب والعشاء، لا العصر المغرب العشاء ويقال فجر السبت. جميل. تمام. وبعدها اتجه جيش المسلمين باتجاه الغزوة إلى غزوة أحد. طب يا أخوان الله يسعدكم يعطيكم العافية، تنتهي جولتنا اليوم عن مسجد الدرع، خلوكم معنا في هذه السلسلة الجميلة بإذن الله تعالى، ونشوفكم في الحلقات القادمة. سلام سلام. بطولة قصة تطول، بحر على موجه هطول.